نعم بلشنا بال 2020 كل شيء بنعمله هو من غير طبيعية. صرنا هلا 80 برودكت، عنا فرايتي كتير كبيرة للشعر للجسم شو عم تحبوا. عنا محل تفكر نتمنى تزورونا بالأشرفية بشيتاوي، هلا عم نظبط الديكور تبعوله. دايما كنت مهتمة بالأشياء الطبيعية، حتى أنا بالبيت يعني كنت جرب أخلط زيوت مثلا جيب زيت زيتون مع نعنع وبعشو. صرنا ما تعرفت على كارلا وشفت البروجي تبعي، يعني كان بعدها صغلان بس جديد. كان أمزق كانوا شي 3 برودكت، تذكر بلشت صوب وتانينج أويل وهي سو تعرفت عليه وانغرمت بشي اسمه صوغلام، ومن وقتها نحن عم نشتغل سوا. يعني تطور البراند كتير، هلا صاروا اوفر 80 برودكت، في كل شيء مثل ما قالت، يعني بادي لوشن، في اي كريم، فيشل سيروم، شيء للشعر، نفس الوقت في فراجرانس، وكله كله ناتشورال وكيميكال فري. هذا هدفنا يعني نحن تو بي انفايرمنتالي كونشس.